من فضل الله سبحانه وتعالى كنا بافتتاح المعرض الثاني للدورة الثانية عام 2020، تم قبول لمدة 3 شهور، وكان هاي المعرض هو يعني في منتجاتهم إبداعهم، كل شيء اشتغلوه خلال 3 شهور. كان متميز كتير هذا المعرض لأنه في ما شاء الله يعني كان تعاون ودمج مجتمعي واضح بين المهجرين والنازحين من قرى جبل الزاوية، من معرة، من كفرنبل. كل واحد كان عنده أفكار، عنده تراث، عنده موهبة، كلياتهم جمعوها مع بعضهم وأبدعوا فيها. كان في روح العمل، كان في روح المحبة. أنا متدربة هون بمركز زمرد النساء مرعيان. طبعاً أنا أعد من المهجرين، فهاي الدورة الثانية نحن بلشنا فيها هون بمركز زمرد. الإقبال ما شاء الله كان كتير ممتاز، يعني مع العلم أنه كنا يعني المركز واجه كتير تحديات منها فيروس كورونا. الحمد لله تجاوزنا كل العقبات وحاولنا يعني نبذل جهدنا، الحمد لله رب العالمين. قدمنا الشيء المطلوب وإن شاء الله بالدورات القادمة منطور نفسنا أكثر. هلأ أنا هاي الدورة سجلت أشغال يدوي تعلمتها، وإن شاء الله الدورة القادمة رح أتعلم مهنة الخياطة. كان في أفرع كتير جديدة، كان في الخط والرسم على الزجاج، كان في زيادة الحاسوب والتمريض، هذول لأنه كان يتم فترات متقطعة. ما شاء الله الإقبال كتير رائع على التمريض، البنات رائعات محبات للحياة، رافضين للموت، للدمار، للحرب، مصرين على أنه يثبتوا وجودهم بهالكون من خلال مهن من تساعد فيها نفسها، من خلال التوعية، من خلال اكتساب الخبرات. شد ما كانت الحياة ضدهم هن مستمرين، وإن شاء الله زمروا دمعهم على الطريق الصحيح. تمام. أنت هون في حلو تحلو.